لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. لا الرشوف رح نحتاج كوبين من روز تايجر، 3/4 كوب عدس، كوبين عدس هن يا مروة، ربع كوب سمنة بلدي، بصل مقلي، مغلفين من جميد شعبان، من 4 إلى 5 أكواب من مرق اللحمة أو مرق الدجاج أو إذا بتحبوا حتى المي. هلا أنا عندي هون عدس، دائما الرشوف أكلة بنعملها لما يزيد عنا يا لبن جميد يا إنه لما يزيد عنا مثلا عدس، سلقت عدس بدي أعمل فيه وصفة وزاد بعمل فيه وصفة الرشوف، وصفة تراثية أردنية بحت، كتير طيبة شتوية بتعطي طاقة. أنا هون حطيت كوبين من العدس وعندي رز تايجر، طبعا رز أمريكي بتلاقوه برضو بكل مكان وهاي الفترة عليه عروض، فبنصحكم إنكم تجربوه للي لسه ما جربوا. رح أتركهم أنا طبعا العدس هاد سلقيته 3/4 سلق، أوكي. تقدروا انتم بالبيت من البداية تحطوا العدس ينسلق، بس العدس بياخد وقت أكتر من الرز، فحاولوا تستوا العدس أكتر. عم بحكوا لك إسلام إنه رشوف من الكرك، كمان عم بقول لك هيثم الرشوف من الكرك، أيوة. كمان هون مساء الخير عليكم، الرشوف واصل الصلت من سحر. وفاء شكرا لك، عن جد انت علامه امتياز ومعك احلى بهارات المطبخ، خلاص هيك صارتي بهارات وانا بهارت. طب هلا بدنا ننقي اي نوع من البهار انت؟ طب ليه ما سميتوها سكره المطبخ مثلا؟ ما انتوا بتستخدموش الا السكر البني، هلكتوني. لا والسكر الابيض كيف من الاسره. ايش حطينا عشان الرشوف قبل؟ حطينا الرز والعدس وهلا بنتركهم مع بعض ليستووا مع بعض. بتعرفوا انه بالاساس كانوا ستاتنا زمان يعملوا الرشوف بالجريش، دائما كانوا يعملوا بالجريش، بس مع الوقت ومع السرعه ومع السهوله والجريش بطل كثير معروف، بطلنا كثير ناكله او نلاقيه موجود، صرنا نستخدم فيه الرز على الجهتين. طيب بس اذا عندكم جريش هي بالاساس بالجريش بنعمل بنفس الطريقه. هلا انا هون حطيت الرز والعدس، بدي ابلش اطبخ اللبن الجميد الموجود عندي. عندي هون مرق لحمه، بدي احكي لك ام رامي، بس مش انت ام رامي على فكره، لانه ام رامي هيها قدامي قاعده بتطبخ، في ام رامي ثانيه. ام رامي عم بتقول لك يسعد صباحكم، الرشوف اصله صلتي، احنا بنحط جريشه او برغل بدل مزبوط. الرز مزبوط. والوجه بنحط عشبه اللوف، اللوف بيكون ناشف ورشه بسيطه ولا اروع. مزبوط صحيح، هاي الوصفه الاصليه 100% مزبوط. أنا رح أستخدم جميد شعبان، الحلو بجميد شعبان سعره مقبول، ما في زنخة ما في ريحة، متوفر في كل مكان وعلى السريع، لا أعدوا اطحنوا ولا امرسوا ولا إشي. رح أستخدم باكيتين تقريبا. والله إنه الحياة صارت سهلة، زمان كنا حتى الجميد ننقعه قبل بيوم وراس الجميد نجيبه بعرفش من وين. صح، وأعدي امرسي من كرك، شو بتعرفيش من وين؟ لا شو؟ بقصد يعني الموضوع بيكون كان أيام زمان صعب، يعني طلعي ما أحلى، خلص افتحي الكيس شعبان. على فكرة بيقدروا الكمية إذا بدهم يستخدموا كيس واحد، لأنه العلبة بتيجي فيها كيسين، بيقدروا يستخدموا كيس واحد، بيقدروا يستخدموا نص كيس ويرجعوا يسكروه ويحطوه بالفريزر ليستخدموه المرة الثانية. طيب هون عم بتقولنا سامية إنه دائما بيعملوا بقربد أكيد مكمورة، ولكن الفرق بين مكمورتكم ومكمورتنا عجينتها أرفع وفيها بهار أكثر وزيت زيتون، بس إحنا عبينا الدنيا زيت زيتون. مزبوط، أنا حكيت يا جماعة عجناها بزيت الزيتون وفردناها بزيت الزيتون والبصل بزيت الزيتون، يعني أنا كنت حريصة كثير على هذا الحكي وحكيت رقوها قد ما بتقدروا. أنا هون عشان السرعة ورجيتكم، بس حكيت بالحكي إنه لازم ترقوها قد ما بتقدروا. بالضبط. طيب هون إخلاص بتقول الله يعطيكم ألف عافية يا شيف امتياز ويسلم إيديكي على المكدوس، عملته وطعمه كان كتير زاكي. طيب الحمد لله، على فكرة وصلني لهلأ بجوز فوق 200 تطبيق للمكدوس حبيبي، يعني كلكم برافو عليكم. وبتقول لي كمان يا تمارا على طلتك الحلوة حبيبة قلبي، شكرا كتير لك يا إخلاص، ولكن أكيد كمان طلتنا دائما بتكون بالنسبة لشعرنا ومكياجنا مع الماهرة اللي دائما بتكون خلف الكواليس دارين، اللي دائما بنجتمع عندها ودائما بيصير في دردشة. وهلا بعد شوي بتنزل لنا بتقول لنا خلصت المكمورة، خلصت الرشوف. كثير ناس حابة تدوق المكمورة. هلا خليني أحكي لهم إنه أنا عم بحاول كل سبت آخذ محافظة من المحافظة أو مدينة المدن اللي في الأردن حول الأردن ونعمل منها وصفات. غششوني وأعطوني وصفاتكم، أعطوني طرقكم، أعطوني أشياء تراثية عشان نضل نحيي هذا التراث الأردني الحلو بالأكلات. احلى إشي انه بتقول لك هون هبه حرام عليكم، حرام عليها، انا شو دخلني على فكره، انا ما بطبخ، انا زيي زيكم، حرام عليها. انا والله بقول لكم هون عنوان الشركه، وكل يوم سبت الساعه 1:30 واقفوا على باب الشركه بتعوا ناكل انا وياكم، يعني لهي الدرجه يا جماعه. بس على شرط، على شرط حبيبه قلبي انت هلا على قد هذا الحكي طبعا، حصتنا احنا كلياتنا هون
ما لك دخل فيها، ضلك اطبخي واعزمي. اوكي زي العرايس، خلصت الحلقه والله ضليت بعد الحلقه بجوز ساعه وانا بخبز بخبز عرايس قاعده. تصدقي بقول لك طلعت ماخده معي يعني انسلقوا ايدي وتمي، والناس اللي بالسيارات بتطلعوا انه شمالها هاي، يعني بدي اخلص بسرعه الاكل وبدي اكونك مبسوطه، وصرت اتخيل لو في لبن هلا. امتياز مره ثانيه لو سمحت بتحطي لي زبديه. حاضر. طيب خلينا هاي الرشوف، انا بس بدي اطبخ اللبن هلا. اذا كان عندكم اللبن جاهز من قبل بيوم كمثال، عملنا منسف زاد عندي لبن، بس باخذ اللبن بسقطه فوق الرز او الجريش او البرغل والعدس. انا بدي لساته شوي ولسه الجميد ما غلى، بلشت اخذ لانه هلا الرز تبعي صار ممتاز، اللبن الجميد واطبخه مع الرز والعدس. وبدكم تضلكم تحركوا عشان تتاكدوا انه ما راح يلزق في الطنجره. شم الريحه قد ايه حلوه. انا هيك تقريبا الرشوف عندي خلص، شايفين ما احلاه. طب لازم يكون فيه الجميد هيك شوي مرق. لازم يكون شوي فيه جميد ولا عشان تاخذي طاقه. راح عندي سمنه بلديه راح احطها. لا حول الله يا رب. وينك يا دانا نفع؟ وينك يا دانا نفع؟ الحمد لله دانا اليوم مش هون. وخلص راح اسكبه هلا بصحون، انا بحب لانه عم نعمل اشياء تراثيه بصحون الفخار، هيك أموره 100%. بتعرفي شغلة؟ بدي أعمل تاج اليوم لدانا على هاي الحلقة، وبدي أقولها بس أنا شو ذنبي، أنا تمارا شو ذنبي، يعني شو ذنبي أشمشم وآكل وأدوق كمان فوق هذا. هون أكبر تحية لمحافظة إربد، أهلا وسهلا لمدينة إربد عروس الشمال، أهلا وسهلا فيكم. عبير كمان شكرا لكم. جينا حلو كتير اسمك يا جينا. مها إناس يعطيكي ألف عافية يا شيف، شوفوا كيف عم بتحطهم الله يعافيهم كلياتهم. دارين انت ضليتك هون عشان بتحبينا ولا عشان بدك تاكلي وبتحبي الرشوف؟ عشان احنا على فكره بعمان تي في كثير صريحين يعني. وحشف البصلات وهيك بصل على الوجه. خلينا نحط كمان صحن، شوفوا لي ما احلى هالصحن.